أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج من القاهرة. النهاردة إن شاء الله عندنا وقفة حوارية واحدة، ولكنها وقفة حوارية في منتهى الأهمية، لأننا سنتحدث فيها عن الموضوع الخاص بدمج الأحزاب. فهناك بالفعل تغييرات كبيرة بتشهدها الحياة الحزبية في مصر خلال هذه المرحلة، لكي تعيد ترتيب المشهد الخاص بالسياسة أو المشهد السياسي في مصر بشكل عام. وذلك بعد الحديث عن أن هناك عدد كبير للغاية من الأحزاب، حوالي 104 أحزاب، ولكن ليس لها تأثير فعال لدى المجتمع المصري. وبالتالي تم ذكر مسألة دمج الأحزاب في أكثر من مناسبة من قبل السيد الرئيس، خاصة هذه الأحزاب التي تمتلك أيديولوجيات أو أهداف متشابهة ومشتركة إلى حد ما. ظهر ذلك من خلال الحديث أيضا عن حزب مستقبل وطن، الذي يتسم بأن له غالبية برلمانية كبيرة خلال الفترة الأخيرة. وهذا هو ما سنتحدث عنه تحديدا، عن مسألة دمج الأحزاب وكيف يمكن أن يكون لذلك تأثير على الحياة السياسية والمشهد السياسي في مصر خلال المرحلة القادمة. إن شاء الله هيكون معنا دكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، بالإضافة أيضا إلى أنه يشرفنا اللواء الدكتور محسن الفحام، مساعد رئيس حزب حماة الوطن. هنتوقف في البداية قبل الوقفة الحوارية مع أهم الأخبار التي تابعناها منذ الصباح وحتى الآن. الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. السفير بسام رودي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم خلال هذا الاتصال التطرق إلى سبل تعزيز الشراكة القائمة بين مصر وفرنسا والزخم الذي يشهده التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، وكذلك أيضا التنسيق المستمر بين البلدين إزاء مختلف القضايا والموضوعات. وناقش الرئيسان آخر التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية على رأسها التطورات على الساحة الليبية. أشاد الرئيس الفرنسي في هذا الإطار أيضا بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لإعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية. ومن جهته أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عزم مصر على الاستمرار في دعم جهود التسوية السياسية في ليبيا، وأكد على أهمية الإعداد الجيد للانتخابات الليبية القادمة وعقدها خلال العام الجاري. وناقش الزعيمان مستجدات الأزمة السورية، واتفقا على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل الدفع بمسار التسوية السياسية بما ينهي المعاناة الإنسانية الناجمة عن هذه الأزمة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين اتفقا خلال هذا الاتصال على الاستمرار في التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. ينضم إلينا عبر الهاتف وذلك الحديث حول هذا الموضوع دكتور محمد صادق إسماعيل، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. أهلا بك دكتور محمد. كما تابعنا أنه كان هناك اتصال هاتفي بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتم الحديث عن موضوعات مختلفة، أهمها طبعا الحديث حول الموضوعات المشتركة بين البلدين، وأيضا تعزيز الشراكة القائمة بين مصر وفرنسا. من وجهة نظرك كيف يمكن أن يتم تعزيز هذه الشراكة وتعزيز العلاقات الثنائية اللي بتعتبر بالفعل وطيدة بين البلدين؟ نعم طبعا، بعد تحية طبعا، يعني لو تحدثنا عن العلاقات المصرية الفرنسية بصفة عامة تجديها من العلاقات الدولية يعني ذات الأهمية الكبرى، بمعنى أن هذه العلاقات ربما تسير على وتيرة واحدة، وهي وتيرة ممتازة فيما يتعلق بالعلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية وأيضا العلاقات الثقافية ما بين البلدين. يعني فرنسا هي شريك تجاري هام لمصر وأيضا شريك سياسي أيضا. تجد أن فرنسا وقفت في العديد من القضايا العربية بجانب
الدول العربية. على سبيل المثال كانت منذ العام الماضي طرحت مبادرة هامة جدا لحل سياسي الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية أو الصراع العربي الإسرائيلي. وبالتالي أنا أتخيل طبعا أن لقاء اليوم أو حديث الاتصال التليفوني اليوم طبعا تناول أولا دعم العلاقات الثنائية ما بين البلدين خاصة في مجال السياسي والمجال الاقتصادي. أتخيل طبعا أن هناك العديد من الشركات الفرنسية التي تعمل في مصر وهناك مستثمرين فعلا فرنسيين يعملون في مصر. واعتقد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا اشار لشيء اهم جدا وهو موضوع طبعا قانون الاستثمار الموحد. واعتقد كل هذه الامور ربما تساعد ايضا المستثمر الفرنسي في الدخول الى الشركات المصريه وفي الدخول الى المشروعات القوميه المصريه التي يتم تدشينها حاليا. هذا من جانب. من جانب اخر طبعا فيما يتعلق طبعا بالقضايا العربيه او القضايا ربما التي تشارك فيها فرنسا سواء من خلال الدعم السياسي او من خلال حتى المشاركه الفعليه، اتخيل طبعا الازمه الليبيه كما اشرت حضرتك في التقرير ربما تاتي على راس الموضوعات ما بين الدولتين. طبعا فرنسا اعتقد انها تهتم بالازمه الليبيه نظرا للقرابه اللي ربما الجغرافيه، وايضا اعتقد ان فرنسا لها دور هام الازمه السياسيه الليبيه، وهي كانت صراحه ربما مبادره سياسيه لحل الازمه. وخاصه حضرتك كما تعلمي طبعا مصر تعتبر هي الراعي الرسمي او الشريك الرئيسي لحل السياسي الازمه الليبيه. اتخيل كل هذه الامور تم طرحها. لماذا تم التركيز على الملف الليبي او الازمه الليبيه بشكل خاص دكتور محمد؟ يعني اتخيل طبعا كما اشرت حضرتك اولا بعد القرب الجغرافي ما بين ليبيا وبين دول اوروبا خاصه ايطاليا وفرنسا، هذا من جانب. من جانب اخر اتخيل ان ربما ان فرنسا كانت لها علاقات مع الجانب الليبي وإيطاليا تحديدا، وبالتالي واعتقد ان مصر طبعا كما اشرت لحضرتك ان هي تعتبر هي الراعي لجمع الفرقاء الليبيين، وكان هناك ربما اكثر من مبادره مصريه ناهيك عن موضوع الصخيرات التي شاركت فيها مصر ايضا. كل هذه الامور اتخيل انها ربما تصب في دعم القضيه الليبيه من ناحيه سياسيه. واعتقد ان اجراء انتخابات سيتم برعايه مصريه فرنسيه انتخابات الليبيه، وبالتالي كل هذه الامور تصب في مصلحه الشراكه ما بين مصر وفرنسا، باعتبار طبعا فرنسا تعتبر هي حاليا ربما قاطره التنميه في الاتحاد الاوروبي طبعا بعد خروج بريطانيا. وتخيل ان فرنسا اصبح لها صوت ربما اعلى من الناحيه السياسيه، وان كانت المانيا طبعا من الناحيه الاقتصاديه اقوى، لكن انا اتخيل ان فرنسا ربما تحاول استعاده ربما رؤيتها للاتحاد الاوروبي او رؤيتها لنفسها وتقديم صوره لفرنسا للعالم كله بانها ربما هي شريك سياسي وهي ذات ثقل سياسي. واتخيل طبعا ان فرنسا تنظر لمصر باعتبار طبعا مصر ذات ثقل سواء على المستوى العربي او المستوى الاقليمي والدولي. نعم. بشكرك جزيل الشكر دكتور محمد صادق اسماعيل رئيس المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، شكرا جزيلا على هذه المشاركه. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اليوم اتصالا هاتفيا بنجم منتخب مصر الأول لكرة القدم النجم محمد صلاح للاطمئنان على حالته الصحية بعد إصابته أمس خلال مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي أمام نادي ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا. أكد السيد الرئيس أن محمد صلاح أصبح رمزا وطنيا للأخلاق الرياضية والبطولة والإرادة، وأن الحفاظ عليه ودعمه يعد أمرا لا شك فيه، وأن ما قدمه لمصر يمثل قيمة ورمز يحتذى به، وأصبح أيضا نموذجا للشباب المصري وملهما لكل شباب العالم. وأعرب الرئيس السيسي خلال الاتصال الهاتفي عن أمنياته بالشفاء العاجل للاعب محمد صلاح، وشدد على وضع كافة إمكانات الدولة لتقديم ما يلزم للاعب وبالتنسيق مع الفريق الطبي المعالج. كان محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي قد خرج مصابا بعد تدخل عنيف من قائد فريق ريال مدريد الإسباني راموس في الدقيقة 30 من الشوط الأول للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في العاصمة الأوكرانية كييف، والتي انتهت بفوز النادي الملكي بنتيجة 3-1. من جهته أيضا أكد محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي مشاركته مع الفراعنة في بطولة كأس العالم 2018 الشهر المقبل إن شاء الله في روسيا. قال محمد صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه يثق تماما بتواجده في روسيا الشهر المقبل، ويثق أيضا بمشاركته مع منتخب مصر في المونديال. أضاف صلاح: كانت ليلة صعبة بالأمس، ولكن أنا محارب بالرغم من كل الصعوبات، وأثق في وجودي في روسيا لتكونوا فخورين. حبكم ودعمكم يمنحني القوة اللازمة التي أحتاجها في الفترة الحالية. كانت الأشعة التي أجراها محمد صلاح في مدينة ليفربول اليوم قد أكدت حاجته لفترة علاج ما بين أسبوعين لثلاثة أسابيع قبل العودة للملاعب من جديد، وبالتالي يصبح بإمكانه المشاركة في المونديال.
بينضم لينا الناقد الرياضي الأستاذ أبو المعاطي زكي. أهلا بحضرتك. أهلا بحاجة الكل، أهلا بيكم، لصحك طيبة. وحضرتك طيب. الحقيقة بالأمس طبعا كانت ليلة صعبة، ليس على محمد صلاح فقط ولكن على كل المصريين. المصريين كلهم الحقيقة يعني كلنا تألمنا للمشهد اللي احنا شفناه في المباراة اللي كانت اللي شارك طبعا فيها النجم محمد صلاح واللي أصيب فيها إصابة بالغة من راموس، وإنه لم يتم اتخاذ أي رد فعل تجاه راموس، يمكن هو ده اللي أصاب المصريين الحقيقة بالألم الشديد. يعني من وجهة نظرك أستاذ أبو المعاطي، يعني بعد ما الرسالة التي أوضحها أو يعني التصريحات الأخيرة الخاصة بالنجم محمد صلاح في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي أنه هو إن شاء الله هيشارك وأنه الأشعة أثبتت أنه الحمد لله الإصابة تعتبر من الممكن أنه يتم علاجها خلال أسبوعين، ما الذي تتوقعه خلال الفترة القادمة؟ هل سيشارك في تدريبات أم أنه هيكون في علاج فقط؟ يعني حضرتك شايف الرؤية المستقبلية للأيام اللي جاية إن شاء الله إيه بعد التصريحات الأخيرة لمحمد صلاح؟ بداية محمد صلاح زي ما قال في رسالته أنه محارب. محمد صلاح وصل إلى هذه المكانة الرفيعة بالإرادة الذاتية لي وبرغبته في إسعاد المصريين بعدما شعر بحب الجميع بدءا من رئيس الجمهورية وحتى أصغر مواطن مصري وعشقهم له. صحيح. بارح محمد صلاح وقع على الأرض فانخلعت القلوب، وحينما بكى بكى معه 100 مليون. محمد صلاح أصبح أيقونة للشعب المصري ويمثل إرادة الشعب وإصرار شعب على الارتقاء والنهوض والتواجد العالمي. إصابة محمد صلاح هي جزء في أربطة الكتف، مش خلع بفضل الله، يعني دي حاجة يعني حاجة تقدر تلم. فبالتالي محمد صلاح هيتعالج، بس هيبقى كورس علاجي مكثف متضمنا علاج بالكورتيزون في المرحلة دي، لأن هو لو الكورس ما كانش مكثف كان يحتاج علاج من 6 إلى 8 أسابيع. فبالتالي ياخد كورس علاج مكثف. ده ملوش أي تأثيرات جانبية، لأن برضو يعني كلنا الحقيقة بنسأل إنه هل هيبقى ليه تأثيرات ولا لأ؟ كل نجوم الكورة وخاصة على هذا المستوى بيتم التعامل معاهم بهذا الشكل نظرا لأهميتهم لفرقهم ونظرا لأهميتهم لمنتخبات بلادهم. فبالتالي ده هيتم مع محمد صلاح نظرا لأهميته ليفربول، أو هو إصراره الشخص على التواجد في المونديال وإصراره الشخص على التعبير عن نفسه في المونديال. عايز أقول لك إن هذه البطولة أصبحت بطولة مزيفة أو بطولة قاذرة كما قالت وسائل الإعلام العالمية، لأن سيرجيو راموس المعروف باسم الجزار اللي سبق ليه قبل كده بالمناسبة ضرب محمد بركات متعمدا في مباراة مصر وأسبانيا الودية في 2005 أو في 2006 بالشكل، وأصابه برضه وخلاه غاب 6 شهور، وهو رجل بيفتخر بميوله الصهيونية وبدعمه للصهيونية وعلى رسغ إيده نجم الداوود. فبالتالي هو ضحكته امبارح ضحكة خبيثة، مش ضحكة رياضي، مش دعا الرياضي انه اصاب حد، دي فرحة جزار وحد حقير ان هو اصاب نجم موهوب. بالمناسبة بيعمل ده مع كل الناس الموهوبين اللي بيلعب قبلهم في مباراة كرة. فبالتالي محمد صلاح يتابعه. طيب معلش، هو ده برضه سؤال الحقيقة كلنا بنسأله، يعني اسمح لي يا استاذ. ازاي الحركة اللي هو عملها دي حركة مصارعين مش فاكر اسمها، لكن بتستهدف في النهاية الى خلع الكتف. طب ازاي ما حصلش اي رد فعل تجاهه؟ بص ولا حاجة لحاجة. البطولات الكبرى بتتدخل فيها الرعاة من خلال الحكام، ده كان لازم كارت احمر مباشر، فبالتالي فريقه يلعب ناقص واحد. ده كارت احمر مباشر ما فيهاش هزار. تمام ماشي، لكن حامل الرايه واقف بيحكي معاك ان هم اصحاب، ومحمد صلاح بيطلع بيبكي وهو بيضحك ضحكه صفرة. فبالتالي ده لا الرعاه بيتدخلوا، ولما بيبقى فرق كبيره جدا ريال او برشلونه او حاجه بالشكل ده بتلاقي الرعاه بتوعهم لهم تاثير سواء بقى بشكل او باخر يعني. فبالتالي لا هي بطوله قذره. بص امبارح لرونالدو، كل الناس كانت بتقارن بين صلاح وبين رونالدو. صلاح خرج بعد 30 دقيقة وانشغل به العالم، ورونالدو لعب 90 دقيقة ولم يشعر به العالم في المباراة، بدليل ان اللي سجل اهداف حتى جاريس بيل. فبالتالي يعني اللي انا عاوز اقوله ان دي بتبقى نعمة من ربنا، انك انت ما ينفعش تلجأ لاسلوب غير رياضي. احنا عندنا بطلنا العالمي والاولمبي محمد رشوان في الدورة الاولمبية في لوس انجلوس 84 كان يمكنه ان يفوز بالميدالية الذهبية لو هو ضرب المنافس في ركبته يا ميشيتا الياباني، رفض. وقتها
كرمته اليونايتد نيشن بادته وسام الاخلاق العالمي نظرا لاخلاقه وسلوكياته وحاجات بالشكل ده. فسيرجيو راموس وانعدام الاخلاق وهذا التصرف ده تصرف حقير، لكن يكفيه ردة الفعل العربية والعالمية على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي والإهانات التي تعرض لها بالأمس والتعاطف العالمي اللي حصل عليه محمد صلاح والمصريين لهذا الأسلوب الحقير في التعامل معه. لكن خلينا نقول ونطمن الناس أن محمد صلاح بإذن الله في المونديال بعد 3 أسابيع مع منتخب مصر ثاني يوم العيد إن شاء الله، ثاني يوم العيد بإذن الله بإذن الله، وبإذن المنتخب يحقق حاجة طيبة. واتصال الرئيس النهاردة وبرقيته دي لها تأثير غير طبيعي على محمد وعلى المنتخب وعلى جهاز المنتخب، لأن هذه البطولة هي بطولة عالمية بكل المقاييس. نأمل ونطمح رغم أن احنا بنقابل منتخبات قوية جدا، روسيا نظمت البطولة على أرضها بين جماهيرها، وأوروغواي التي يلعب بين صفوفها اثنين من أهم هدافي كرة القدم على مستوى العالم سانشيز وراموس. فبالتالي ده بإذن الله بإذن الله يرجع صلاح ويقود المنتخب الوطني إلى مراحل متقدمة بإصرار المصريين وبعزيمتهم بإذن الله بإذن الله بإذن الله، ويشرفونا إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. طبعا بنتمنى الشفاء العاجل طبعا للنجم محمد صلاح خلال الفترة اللي جاية والمشاركة الناجحة طبعا ليه بإذن الله في المونديال. في خبر آخر أيضا عن وفاة الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الأسبق اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر بيناهز 83 سنة. ستقام صلاة الجنازة غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد. يذكر أن الراحل تولى رئاسة مجلس الوزراء في 4 سبتمبر 1985 حتى 9 نوفمبر 1986، وعقب تركه لمنصب رئيس الوزراء تولى منصب رئيس مجلس الشورى وذلك حتى عام 1989. وكان الدكتور علي لطفي قد تولى منصب وزير المالية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وتولى أيضا منصب رئيس المجلس الأعلى للثقافة ورئيس لجنة الأحزاب خلال فترة رئاسته لمجلس الشورى. حصل الراحل الدكتور علي لطفي على بكالوريوس التجارة جامعة عين شمس، وحصل أيضا على دبلوم إدارة المنشآت الاقتصادية ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة لوزان السويسرية، وتدرج في الوظائف من أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، ووزير للمالية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس أيضا مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة. كتب الفقيد الدكتور علي لطفي أيضا أكثر من 30 بحث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ومن أهم مؤلفاته التطور الاقتصادي ومؤشرات التخلف الاقتصادي ومشكلات التصنيع في الدول النامية ومشكلات التمويل في الدول النامية ومقدمة علم الاقتصاد والتخطيط الاقتصادي وغيرها من المؤلفات الخاصة بالراحل. وأيضا حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة في عام 1992. المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أكد أن مكتبة الإسكندرية تحظى بتقدير خاص لدورها الرائد في مجال التنوير الثقافي، وأن تخصيص قصر الأميرة خديجة في حلوان لإقامة متحف للأديان يجسد باقتدار روح التسامح وعمق إيمان المصريين، لا سيما أن مصر احتضنت الأديان وورد في القرآن الكريم والإنجيل الآيات التي تدعو لمصر ولشعبها بالبركة والسلام. وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور خالد عناني وزير الآثار اليوم في حفل تسليم محافظة القاهرة قصر الأميرة خديجة بحلوان إلى مكتبة الإسكندرية التي قررت أن يكون مركزا ثقافيا ومتحفا للأديان وبوتقة للنشاط الثقافي. قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية أن الأديان شكلت نقلات حضارية في مسيرة الإنسانية، ولا يوجد بلد في العالم يحوي تراثا متنوعا مثلما تحوي مصر مستقر الأديان والثقافات والحضارات. وأيضا أضاف أن المصري متحضر بطبيعته ومؤمن بالإنسانية بفطرته. من جانبه أكد المهندس أيضا عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أن حلوان لها مكانة خاصة ولها بعد تاريخي وشهرة في مجال الاستشفاء، وتحرص المحافظة في الوقت الراهن على وضعها على خريطة السياحة العالمية
وأضاف أيضا أنه قصر الأميرة خديجة كان مقررا له أن يكون مقرا لمحافظة حلوان، وذلك ولكن بعد إلغاء المحافظة وعودتها مرة أخرى لمحافظة القاهرة جرى التفكير في الإفادة منه استثماريا، لا سيما أن المحافظة استثمرت موارد عديدة في إعادة بنائه وتجديده وتجهيزه بصورة لائقة. ولكن في النهاية استقر الأمر على أن يكون لهذا القصر بالطراز المعماري المتميز رسالته الثقافية، وتسلمته المكتبة كي يكون متحفا للأديان ومركزا للتنوير الثقافي. وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أكد أنه المرحلة الحالية تستوجب بذل أقصى الجهود وأقصى التضحيات لتحقيق الاستقرار والأمن والحفاظ على ما تحقق من نجاحات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية اليوم مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية المعنية لمتابعة ما تم إنجازه من الخطط التي أعدتها الوزارة لاستقبال شهر رمضان المعظم. في بداية الاجتماع وجه الوزير الشكر لكل رجال الشرطة على ما يبذل من جهد مخلص وفعال خلال الآونة الأخيرة الذي أسفر عن تحقيق نجاحات أمنية يلمسها الشارع المصري. ووجه اللواء مجدي عبد الغفار بمواصلة الجهود لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية والمنافذ الحدودية، لا سيما في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تشهدها البلاد، وشدد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية وإحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى المنشآت ودعم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بها والتعامل الفوري مع أي اعتداءات قد تتعرض لها ومواجهة أي محاولات للخروج على القانون بمنتهى الحسم والحزم. بدأت لجنة تنمية جنوب الوادي الرئاسية برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية زيارتها الميدانية إلى محافظة أسوان اليوم لتفقد العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة. تضم اللجنة كل من السفيرة فايزة أبو النجا واللواء أحمد جمال الدين مستشاري رئيس الجمهورية. وذكرت المحافظة في بيان لها اليوم أن اللجنة استهلت زيارتها يرافقها محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي وأعضاء مجلس النواب بتفقد مشروع الموقف البري الدولي بمنطقة وادي كركر، وذلك على ضفاف بحيرة ناصر الذي تم تشغيله مؤخرا لتنمية حركة نقل الركاب والسائحين بين مصر والدول الإفريقية عبر الموانئ البرية بأرقين وقسطل. أشاد محلب خلال تفقده للموقف بجهود المحافظة في رفع مستوى الخدمات التي يتم تقديمها بمشروع الموقف الدولي البري بمنطقة كركر لتحويله إلى موقف دول حضاري يخدم عملية التنمية والتجارة البينية بين مصر والسودان. وأشاد أيضا بالجهود التي تحققت في هذه المنطقة على ضفاف بحيرة ناصر بعد تحويلها إلى منطقة جاذبة وليس طاردة من خلال تلبية مطالب واحتياجات المقيمين بالشكل المطلوب. معنا مجموعة الحقيقة في هذه الفقرة الإخبارية كثيرة من الأخبار تابعناها منذ الصباح وحتى الآن. من ضمن هذه الأخبار أيضا أنه وزيرة التضامن الاجتماعي أستاذة غادة والي أعلنت عن تفعيل خط ساخن برقم 19828 للرد على استفسارات وتظلمات الأسر البديلة وكذلك تعريف المتصل بإجراءات كفالة الطفل اليتيم. مرة أخرى هذا الخط الساخن 19828. أعلنت والي أيضا عن إتاحة التسجيل لراغبي الكفالة على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي أو عن طريق التقدم بطلب لإدارة الأسرة والطفولة بالوزارة. تقوم إدارة الأسرة والطفولة بعمل بحث اجتماعي مؤيد بالمستندات من الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة، وقد البحث المشار إليه على الواقع للتأكد من صحة وسلامة البيانات والتثبت من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة رقم 89 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل. وأشارت أيضا إلى أن الشروط الأساسية لكفالة الطفل وأن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي، وألا يقل سن كل منهما عن 25 عاما وألا يزيد عن 60، ويجوز أيضا للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهم الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن 30 سنة كفالة الأطفال.
أيضا من ضمن الأخبار اللي معانا النهاردة في هذه الوقفة الإخبارية خبر حول أنه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري عقد اجتماع للجنة العليا للتراخيص والمشكلة بقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016 وذلك بديوان عام الوزارة وشارك في فعاليات هذه اللجنة كل من الدكتور خالد فهمي وزير البيئة واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط وأيضا المهندس محمود سعيد السعدي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية الشواطئ وممثلو أيضا الوزارات والمحافظات المعنية وأعضاء من مختلف اللجان العليا الموجودة. تناول هذا الاجتماع أيضا مناقشة عدد من الموضوعات والقرارات التي تخص محافظات السويس ومطروح والإسكندرية ودمياط وجنوب سيناء والبحيرة. عقد مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية اجتماعا اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار وحضور مدير المدينة الدكتورة مها الدملاوي وأعضاء المجلس بمقر الوزارة. أكد الوزير خلال هذا الاجتماع حرص القيادة السياسية على دعم البحث العلمي والاستفادة من المشروعات البحثية ذات الاهتمام وذلك بأولويات خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 مشيرا إلى ضرورة الحصول على عائد من المشروعات والابتكارات البحثية المقدمة وتحويلها إلى منتج يخدم الاقتصاد الوطني وأشار إلى أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وضرورة تضافر كل الجهود البحثية نحو خدمة احتياجات الدولة وتلبيتها مشددا على ضرورة تشجيع الأبحاث العلمية بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية وتعظيم البحث العلمي ودوره في خدمة المجتمع. معنا مين على التليفون للحديث حول هذا الموضوع حول أهمية تحويل الابتكارات البحثية إلى منتج يخدم الاقتصاد الوطني. مين معنا على التليفون؟ الكاتب الصحفي بالأهرام الأستاذ صبري الجندي. أستاذ صبري أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بخير ورمضان كريم عليك وعلى الله كل أكرم. المصريين. الله أكرم يا فندم. وزير التعليم العالي بيؤكد أهمية تحويل الابتكارات البحثية إلى منتج يخدم الاقتصاد الوطني. الحقيقة عنوان لهذا الخبر عنوان مهم وفي جانب كبير من الحديث عن الجانب الاقتصادي أو الاقتصاد الوطني وكيفية تنمية هذا الاقتصاد الوطني حتى من خلال أيضا الابتكارات البحثية وتطوير هذه الابتكارات البحثية. قراءتك لهذا الخبر ولهذا العنوان تحديدا يا فندم؟ طيب خليني اقول لحضرتك انه احنا عندنا في مصر 11 مركز ومعهد بحثي تابعين لوزاره البحث العلمي وعندنا اشهرهم طبعا المركز القومي للبحوث وعندنا اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا وعندنا مدينه الابحاث العلميه في برج العرب. كلها تعمل في مجالات مختلفة كلها مجالات بحثية طول الوقت وده غير بقى دول غير ما يحدث في 24 جامعة حكومية لديها مراكز بحثية ولديها أقسام علمية في كليات عملية تجري أيضا أبحاث. كنا بنعاني طول السنين اللي فاتت من أن سياسة الجزر المنعزلة هي التي تسود جامعة فيها قسم ما في كلية ما بتعمل أساتذتها أبحاث في جامعة أخرى نفس الأبحاث في جامعة تالتة نفس الأبحاث دون توحيد للرؤى ودون توحيد للجهد والوقت والمال لأنه كل معمل مكلف للدولة مئات الألوف بل ملايين. و من 2016 تم وضع استراتيجية للبحث العلمي تم عرضها على السيد رئيس الجمهورية أيامها ولاقت قبوله وبالتالي تم الاتفاق على ربط البحث العلمي أولا أنه يبقى في فرق بحثية مشتركة تقوم على إنتاج أو عمل بحث واحد نخل يعني نوفر من خلال هذه الفرق
الوقت والجهد وعدم التشتت، وكمان الأموال اللي بنصرفها على الخامات وعلى مستلزمات البحثية وعلى المواد الكيميائية وعلى الماكينات والآلات اللي بنستخدمها في أكتر من مكان، بينما هي ممكن تستخدم في فريق بحثي واحد. بشكر حضرتك أستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي بالأهرام، شكرا جزيلا على هذه المتابعة وهذه المشاركة من قبل حضرتك يا فندم. مشاهدينا، دي كانت نظرة على أبرز وأهم الأخبار اللي كانت معنا النهاردة في هذه الوقفة الإخبارية في من القاهرة. هنتابع موجز الأنباء ثم نعود بعده مباشرة بالفقرة الحوارية الأساسية التي نتحدث فيها عن دمج الأحزاب خلال هذه المرحلة، وذلك في إعادة ترتيب للمشهد السياسي في مصر، تأثير ذلك على المشهد السياسي في مصر. هذا هو عنوان الفقرة الحوارية، نتابعها مباشرة بعد موجز الأنباء مع الزميلة هبة حسين. أنباء الساعة، مرحبا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا مع نجم منتخب مصر الأول كرة القدم محمد صلاح للاطمئنان على حالته الصحية بعد إصابته أمس خلال مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي أمام نادي ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا. وأكد الرئيس السيسي أن محمد صلاح أصبح رمزا وطنيا للأخلاق الرياضية والبطولة والإرادة، وأن الحفاظ عليه ودعمه يعد أمرا لا شك فيه، وأن ما قدمه لمصر يمثل قيمة ورمزا يحتذى به، وأصبح نموذجا للشباب المصري وملهما لكل شباب العالم. أعرب الرئيس السيسي خلال الاتصال الهاتفي عن أمنيته بالشفاء العاجل للاعب محمد صلاح، مشددا على وضع كافة إمكانات الدولة لتقديم ما يلزم للاعب وبالتنسيق مع الفريق الطبي المعالج. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصرح سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاتصال التطرق إلى سبل تعزيز الشراكة القائمة بين مصر وفرنسا. كما ناقش الرئيسان آخر التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية على رأسها التطورات على الساحة الليبية، وأشاد الرئيس الفرنسي في هذا الإطار بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية. من جانبه أكد الرئيس السيسي عزم مصر على الاستمرار في دعم جهود التسوية السياسية في ليبيا، مؤكدا أهمية الإعداد الجيد للانتخابات الليبية القادمة وعقدها خلال العام الجاري. قال السفير الفرنسي لدى القاهرة ستيفان روماتي إن باريس ترى أن العالم بحاجة لقوة مصر كركيزة استقرار في الشرق الأوسط. وخلال لقاء خاص مع قناة النيل الأخبار، أضاف السفير الفرنسي أن أمن فرنسا يبدأ من مصر، وأن البلدين يعمل سويا من أجل استئصال الإرهاب، وأوضح أن هناك مسؤولية مشتركة مع مصر تجاه التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية. وحول الأوضاع في ليبيا، أكد السفير الفرنسي أنه لا يمكن قبول وجود فراغ سياسي في ليبيا لأنه يمثل تهديدا لأمن مصر وأوروبا. عقد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل اجتماعا اليوم للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي الحالي لمخطط تطوير وتنمية منطقة ماسبيرو باعتباره أحد المشروعات التي تؤكد توجه الدولة نحو القضاء على العشوائيات. وافق الاجتماع على ثلاثة مشروعات قرارات، خاصة بإنشاء مدينة بئر العبد الجديدة بمحافظة شمال سيناء، ومدينة الفشن الجديدة بمنطقة غرب النيل بمحافظة بني سويف، ومدينة ملاوي الجديدة بمنطقة غرب النيل بمحافظة المنيا. انطلقت اليوم قافلة المساعدة الثانية المقدمة من الأزهر الشريف إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. أوضح بيان للأزهر أن القافلة تشمل نحو 10 أطنان من المستلزمات الطبية اللازمة لأقسام الطوارئ والعمليات الجراحية، والتي تناسب الاحتياجات الراهنة لمستشفيات قطاع غزة في ظل تزايد أعداد المصابين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى 65 طن من المواد الغذائية المتنوعة. تأتي هذه القافلة بعد أقل من أسبوعين من إرسال قافلة أولى من الأزهر الشريف لقطاع غزة
ضمت نحو 50 طنا من المساعدات الغذائية والإنسانية والمستلزمات الطبية. أفادت مصادر ليبيا اليوم بأن الجيش الوطني الليبي تمكن من السيطرة الكاملة على طريق المصانة وعين بنت ورابش الياس في منطقة الفتائح شرقي مدينة درنة. ويضيق الجيش الليبي الخناق على الجماعات المسلحة المتشددة في المدينة منذ سنوات، في حين لم يعد لدى المتشددين من تنظيم القاعدة الذين يتحصنون بالمدينة سوى أجزاء قليلة من تلك المنطقة. يأتي ذلك فيما تتقدم الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي باتجاه منطقة المصانع في المدينة مع تراجع مسلحي تنظيم القاعدة تحت ضربات المدفعية وغطاء سلاح الجو الليبي. وصلت أولى طائرات الجسر الإغاثي الجوي السعودي المقدم من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة أهل جزيرة سقطرى اليمنية، وتحمل على متنها مساعدات غذائية عاجلة. وأوضح المركز أنه عقب تحذير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من توجه الآثار ماكونغ نحو الجزيرة، سرع المركز لإغاثة المناطق المتأثرة جراء الإعصار، وذلك بتجهيز وتوفير أطنان من المواد الغذائية والإغاثية العاجلة تشمل أدوية وأغطية وملبوسات ومواد غذائية لتقديمها على وجه السرعة لأهالي الجزيرة الذين يعانون شحا كبيرا في هذه المواد. نهاية الموجة. التفاصيل الأكثر على nile.eg. من القاهرة يتواصل معكم وزميلة ريهام أديب. عدد هائل من الأحزاب السياسية على الساحة في مصر، إلا أن أكثر المواطنين لا يعرفونها بسبب غياب دورهم في الشارع المصري أو بعدهم عن الساحة السياسية. فالأحزاب السياسية بشكل عام لها مهام ثقيلة على عاتقها، من بينها السعي لضمان تأثيرهم الفعال على إدارة الشؤون السياسية في الدولة المصرية وخوض المعارك الانتخابية على أمل الحصول على المناصب الحكومية، وهو ما يغيب عن المشهد السياسي حاليا في مصر. من هنا تعالت الأصوات الوطنية مؤخرا بأهمية تواجد أحزاب قوية، في حين رأى آخرون أن ذلك لن يحدث إلا باندماج الأحزاب بهدف التعاون فيما بينهم. وفي الأيام الأخيرة شهدت الأحزاب حركة تنقلات من أحزاب إلى أخرى لتعيد ترتيب المشهد الحزبي والبرلماني، لكن البعض رأى ثمة أزمة كبيرة أثارتها تلك الانتقالات فيما يتعلق بمصيرهم داخل البرلمان بعد تغيير صفتهم. وجاءت دعوة بعض الأعضاء في مجلس النواب لإعادة النظر في المادة 110 من الدستور المصري لكون مضمونها يقيد حرية النائب في الانتقال بين الأحزاب بسبب مقتضيات العمل السياسي التي تتيح للأفراد التنقل بين الأحزاب. ويرى بعض فقهاء الدستور أن المادة 110 والتي حددت حالات إسقاط العضوية ليس من بينها مسألة الانتماء الحزبي، قائلين في الوقت ذاته إن المادة 6 من قانون مجلس النواب المتعلقة بإسقاط العضوية حال تغيير انتمائهم الحزبي بحاجة ماسة إلى إعادة البحث والدراسة لتعديلها في وقت تشهد فيه الساحة السياسية تحركات حزبية نحو الاندماج لتشكيل كيانات حزبية كبيرة يكون لها ثقل في الشارع المصري. بعد متابعة هذا التقرير حول دمج بعض الأحزاب التي تتسم بأن هناك تشابها ربما في أهدافها وفي أيديولوجياتها بشكل كبير، تأثير هذا الدمج على الحياة الحزبية والمشهد السياسي في مصر، هذا هو عنوان هذه الفقرة الحوارية. وبيشرفني فيها دكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. وأيضا بيشرفني اللواء الدكتور محسن الفحام مساعد رئيس حزب حماة الوطن. أهلا بحضرتك. كل سنة وحضراتكم طيبين. دكتور صلاح، في البداية علشان نوضح بشكل مبسط للمواطن
طبعا معروف ان في عدد كبير جدا من الاحزاب، ودايما كان في مطالبات انه يبقى ليها تاثير اكبر في المجتمع ويشعر بيها المواطن، حتى ظهرت مساله الدمج اللي حصلت خلال الفتره الاخيره. ما المقصود بفكره الدمج؟ هل هناك معايير على اساسها بيتم الدمج بين الاحزاب وبعضها البعض؟ هو مبدئيا قانون الاحزاب السياسيه لم يتناول في مواده كيفيه تنظيم دمج الاحزاب بعضها البعض، إنما يمكن إن في حزب ينسحب منه أعضاء، لأن دي حرية انضمام الأحزاب طبعا، وبالتبعية ينضمون لأحزاب موجودة على الساحة. هذا أمر جائز. إنما قضية الدمج وإجراءاتها، أنا كنت أنادي بأن يدخل تعديل تشريعي مبسط جدا على قانون الأحزاب السياسية يسمح بدمج الأحزاب السياسية في كيان كبير، بس ده يكون مرتبط بأن الفكر السياسي يكون خط واحد لهذه الأحزاب إلى حد كبير، يعني يكون إلى حد كبير الفكر السياسي خط واحد فيندمجوا فيها. فكرة الدمج دي جاية ردا على الكثرة العددية للأحزاب. العدد عندنا تقريبا نحو 104 حزب. طبعا 104 حزب دي ظهرت بسبب بساطة الإجراءات الخاصة بالأحزاب. الأحزاب تنشأ بالإخطار، مجرد 5000 واحد. لذلك أيضا أنا كنت أنادي بضرورة أن يعاد النظر في المادة الخاصة بإنشاء الأحزاب، وليكن مثلا 25000 واحد ويكونوا متواجدين في 10 محافظات، يعني على غرار الترشح لسدة الحكم، ويكون لهم مقار، يعني ما يكونش الحزب عبارة عن لافتة ومقر وبعدين بعد كده الخمس تلاف المؤسسين مش موجودين. الأحزاب لما بتكتر دايما في فترات التحول في أحزاب تكتر دايما عالميا كذلك، إنما في دول قديمة عريقة. فترات التحول مقصود إيه فندم؟ مقصود بعد الثورات والتغيرات السياسية يعني. إنما في دول عريقة في الديمقراطيات وفيها أحزاب كتيرة ومش ممثلة في البرلمان. فرنسا فيها عدد كبير جدا من الأحزاب، إنها مش كلها ممثلة في الأحزاب في البرلمان. العدد الكبير يا أستاذة ده ممكن يجد أرض خصبة في المحليات. المحليات طبعا بيكون عندنا مراكز مجالس محلية على مستوى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، فبيكون عددها ضخم جدا. فممكن الأحزاب اللي هي ما عندهاش فرصة للتواجد في البرلمان في مجلس النواب تتواجد في المجالس الشعبية المحلية. يعني أنا مش ضد فكرة أن الأحزاب الصغيرة يعني تنتفي كلياتنا، أنا مش ضد الفكرة، إنها ما فيش داعي للتكرارية. يعني إذا وجد حزب أو عددا من الأحزاب اتجاههم السياسي إلى حد كبير متقارب فليندمجوا سويا، ده أمر يكون ميسر وهيساعد الحياة السياسية، لأن ده في إشكالية ممكن تحصل. يعني أنا أتخيل والحقيقة أنظر دايما لإدارة البرلمان، دولة الرئيس الأستاذ الدكتور علي عبد العال يدير 600 واحد، ما فيش حزب كبير بيساعده في الإدارة، لذلك أنا بأجد إن هو بيتحمل مشقة كبيرة في ظل كمان ان هو يدير الزملاء. يعني ما هو نائب وهم نواب، فإدارة الزملاء فيها قدر شديد جدا من الصعوبة. الحياة السياسية حتى يمكن ان تحقق اهدافها الاستراتيجية والمشروعات لازم يكون في احزاب قوية موجودة في البرلمان، وبذات الوضع يكون في احزاب للمعارضة قوية ايضا. صحيح. يعني يكون في كتلة قادرة على انها تلعب دور المعارضة، لان والمعارضة هنا هتكون معارضة بناءة بالقطع. بالتأكيد. دكتور محسن الفحام، يعني في هذا الاطار زي ما ذكر دكتور صلاح، مسألة المعايير اللي بيتم على اساسها دمج بعض الأحزاب لأن ليها أهداف وأيديولوجيات متشابهة أو يعني إلى حد ما مشتركة بينهم وبين بعض، إلى أي مدى ذلك بيؤثر على ترتيب المشهد السياسي بالنسبة لمصر، وإزاي المواطن بيشعر بأهمية دمج هذه الأحزاب أو لا؟ يعني هو طبعا في البداية طبعا أنا بشكر حضرتك إن حضرتك جمعتيني مع أستاذي الدكتور صلاح فوزي. دكتور صلاح طبعا كان رئيس لجنة مناقشة الدكتوراه بتاعتي، وأنا أشرف أن أنا أكون يعني تلميذه وأن أنا أكون قاعد جنبه، ده شرف ليا الحقيقة. يعني
عايز اقول انه فكره دمج الاحزاب انا هبص لها من الناحيه بقى المجتمعيه مش من الناحيه القانونيه. تمام. انا شايف انه وجود 104 حزب في الوقت الحالي انا شايف ان ده ظاهره صحيه وليست ظاهره سلبيه. ليه؟ زي ما الدكتور صلاح بيقول لي ان احنا في مرحله انتقاليه، والمرحله الانتقاليه دي مطلوب انه كل الناس تعبر عن نفسها وكل الناس تنزل وكل الناس تتكلم. في احزاب مش ممثله في البرلمان، احنا عندنا 19 حزب بس هو اللي ممثلين في البرلمان، من من نائب او اثنين الى 67 نائب. ولكن موضوع المعايير اللي هي اللي على اساسها يجب ان احنا نحطها في اعتبارنا في موضوع الدمج غير واضحه. يعني ليست واضحه. كان من المفروض ان حضرتك ان يكون مبدئيا هناك اسس على اساسها بنتحاور كاحزاب. ازاي النهارده هنندمج؟ ازاي حزب ده حزبنا مثلا 18 نائب في البرلمان يندمج ويندمج ليه؟ طب ما هو الحزب ده يعني منتشر جدا في الشوارع ومنتشر جدا في المحافظات ومؤثر جدا. طب ليه انا ادخل تحت عبايه حزب تاني؟ حاجه بالزبط. تانية انا النهارده كرئيس حزب او نائب رئيس حزب مثلا، طب انا لو اندمجت في حزب تاني هيبقى وضعي الحزب ايه جوه الحزب الجديد ده؟ او وضع الراجل اللي جاي لي ده هيبقى وضعه ايه عندي؟ فالحقيقه انا كنت شايف انه يجب ان احنا ندي فرصه اوسع واطول للحوارات دي علشان نقدر نحط معايير ثابته بمقتضاها نقدر نعمل عمليه الدمج. يعني 15 20 حزب مثلا بينتهجوا فكر معين. تمام. ممكن نحطهم في كيان وهكذا. النهارده في سمعت السيد منصور بهاء ابو شقه داعي بعض الاحزاب يوم الثلاثاء الجاي علشان يكونوا جبهه وطنيه معارضه. ماشي. هل ده دمج؟ لا مش دمج. زي فكره الائتلاف اللي موجوده في البرلمان ما هياش دمج، ولكن هو ائتلاف مشكل من مستقلين واحزاب وكذا. فالحقيقه احنا حزبنا بي 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 بينحو اتجاه اللي هو بنسميه الكيانات السياسيه وليس الكيانات الحزبيه. يفضل في المرحله دي اللي هي ناقص فيها سنتين من الفتره البرلمانيه اللي احنا فيها ان احنا نعمل تكتلات سياسيه، نفكر فكر واحد، يبقى توجهاتنا نخليها متشابهه مع بعضينا. بعد كده نقدر خلال الفتره الانتقاليه دي سنه او سنتين نقدر بعد كده نشكل احزاب، نقلل العدد، نزود العدد. نعم. على ذكر برضو الاحزاب في فرنسا زي ما استاذ الدكتور صلاح قال، قبل ما نتحدث عن الاحزاب في فرنسا هستاذن حضراتكم لانه احنا دايما في من القاهره معتادين انه احنا بنرصد الاجواء الرمضانيه في طبعا انحاء القاهره وايضا في مختلف طبعا محافظات الجمهوريه. بينضم لينا على الهواء مباشره الزميل عمرو عبد العزيز من منطقه وسط البلد. مساء الخير يا عمرو، يعني ارصد لينا الاجواء اللي انت موجود فيها دلوقتي، ايه بالظبط شايف ايه؟ الزميل عمرو عبد العزيز. مساء الخير يا ريهام، ومساء الخير على ضيوفك الكرام ومشاهدينا الكرام في كل مكان. كل عام وانتم بخير بالطبع. يعني كما تعلمين رمضان دائما يطفي أجواءه على شوارع القاهرة وعلى شوارع المحافظات المختلفة. يعني أنا أتواجد الآن في شارع الشريفين بوسط القاهرة. هذا الشارع يعني الذي يتميز وتفرد بطابعه المعماري الأثري أيضا هو يتميز في هذا اليوم بتقديم مرسما فنيا، وكان بصحبة هذا المرسم فقرات فنية لشباب بيت العود العربي. هذا الشارع يعني بقى له شكل مختلف منذ إعادة افتتاحه في يوم 18 من إبريل الماضي في يوم التراث العالمي ليصبح قادرا على تقديم فعاليات ثقافية وفنية مختلفة. دعونا نذهب لمزيد من التفاصيل من خلال ضيوفي الكرام. في البداية برحب بيكي هالة هاني فنانة تشكيلية، أهلا بك. أهلا بحضرتك هالة. يعني كلميني عن اليوم النهاردة، أنت متواجدة بترسمي رسومات في الشارع، فكرة أنت ترسمي في الشارع ده حاجة مختلفة، يعني عبري لنا عن مشاعرك. طبعا انا كفنانه بحب انزل ارسم في الشارع كتير، وطبعا النهارده يوم جميل جدا رمضاني رائع ان انا انزل ارسم في الشارع، لان كمان الوقت بيبقى بيسمح لي ان انا اقعد اكتر والناس متواجده والجو جميل، و فهي حاجة سعيدة جدا ان واحد ينزل يرسم في رمضان بالذات بعد الظهر. يعني هل احتكاكك بالشارع ده بيزيد من طاقتك الفنية؟ طبعا، لان الواحد بيتعرض لضغوط وحاجة يعني في الرسم في الرسم في الشارع بالذات بيبقى فيه تحدي ان الواحد يثبت ويرسم حاجات اللايف في وقت قصير،
بتركيز أعلى لوجود الناس كتير حواليه وإن فيه ناس بتتحرك وناس بتتكلم، فدي حاجة مهمة جدا لينا احنا كفنانين إن احنا ننزل نرسم في الشارع كتير. انتقل للأستاذ أحمد كمال رئيس معارض القومية والعربية للفنون التشكيلية، برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا أحمد. يعني صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية عمل يعني هذا اليوم الرمضاني الجميل هنا في شارع الشريفين بوسط القاهرة مرسم للفنانين، أيضا شباب يعزفون على العود، يعني يوم امتزجت فيه روحانيات رمضان ما بين العزف وما بين الرسم. احكي لنا عن الفكرة جت منين، وهل ده في إطار خطة موضوعة ثقافية قاصدين بيها إن انتوا تنقلوها للمواطن المصري في الشارع؟ اكيد طبعا دي خطه موضوعه من قبل قطاع الفنون التشكيليه ووزاره الثقافه لنشر الوعي التشكيلي عند الجمهور في الشارع بالاحتكاك بالفنان التشكيلي بالمواطن العادي. في ناس ما تعرفش يعني ايه فن تشكيلي، فاكر انه يعني فن تشكيلي ده يعني حاجه بسيطه، وحاله دي حاله معقده جدا لازم البني ادم يكون على وعي ودرايه بيها تامه. بالاحتكاك طبعا مع الفنان، مع الجمهور اللي ماشي في الشارع واقف بيتفرج النهارده بكره بيسال بعده بيمسك فرشه بيمسك قلم بيرسم. ودي فعاليه من ضمن الفعاليات اللي بينظمها قطاع الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة لنشر الوعي، دي من ضمن السلسلة بتاعته. يعني شارع الشريفين في عندنا حاجة اسمها الفن والجماهير، برضو ده احتكاك برضو في الشارع. في عندنا المرسم الحر، في عندنا مكان برضو في قطاع الفنون التشكيلية هو ممر 35. ممر 35 ده دائم عمل ورش للفنانين الشباب سواء داخل القطاع أو خارج القطاع. يعني فهو القطاع منوط بنشر الوعي التشكيلي. يعني محمد، يعني خليني اسالك عن حاجه، هل فكره تقديم الفنون للمواطن بكافه اشكالها هل ده يعني يدعم فكره اكتساث الافكار الارهابيه من جذورها ويساعد على يعني على دعم الافكار الايجابيه في عقول الشباب والفتيه الصغار؟ اكيد طبعا لانه هيلاقي حاجه مهمه هو بيعملها. يعني ممكن بدل ما يقعد على القهوة أو يقف مع جماعة مش كويسة، أكيد هو لما يهتم بحاجة بموسيقى أو بفن أكيد طبعا هيبعد عن أي تفكير سلبي. يعني ده أكيد. يعني أحمد كمال رئيس المعارض القومية والعربية بقطاع الفنون التشكيلية، بشكرك جزيلا. تحياتي يا فندم. الشكر موصول بالطبع أيضا للفنانة الجميلة هالة هاني، بشكرك. ميرسي قوي، شكرا لحضرتك. يعني مشاهدينا الكرام، كانت هذه يعني لمحات من ليلة رمضانية في إحدى شوارع القاهرة، وكما ذكرنا في البداية فشوارع القاهرة دائما ما تضفي بهجتها وسرورها على المواطنين في هذا الشهر الكريم. بشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، عودة من جديد وريهام الدين. شكرا الزميل عمرو عبد العزيز، وبنعود مع حضراتكم طبعا بعد هذه الأجواء الرمضانية، بنعود إلى هذه الفقرة الحوارية اللي بنتحدث فيها عن أهمية الدمج التي تحدث حاليا بين بعض الأحزاب وتأثير ذلك على المشهد السياسي في مصر. برجع لحضرتك دكتور صلاح بعد اللي ذكره دكتور محسن على مسألة أنه هل هناك إجراءات قانونية قبل مسألة الدمج، أنه لابد أن هي تكون موجودة قبل الدمج بين أي أحزاب وبعض؟ هو الحقيقة أستاذ إرهام ده سؤال بالغ الأهمية، لأن اللي هيندمج أو هيترك حزبه ويذهب إلى حزب آخر أيه. سواء كان متواجدا على الساحة أم كيانا جديدا ده إذا كان نائب هيتعرض لمشكلة، لأن في مواد في الدستور أو بالأدق مادة تحمل رقم 110 تتحدث بالطريقة الآتية: لا يجوز إسقاط عضوية أعضاء مجلس النواب. قدامنا دلوقتي المادة اللي حضرتك بتتحدث عنها. أيوة. لا يجوز، يعني الأصل هو عدم الجواز. إنما إلا المادة موجودة على الشاشة، إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو خالف واجبات العضوية أو فقد أحد شروط العضوية. شروط العضوية موجودة في المادة 102 من الدستور، والدستور أحال إلى القانون، أنا أقصد بالقانون هنا قانون الرقيم 46 ل2014 في شأن مجلس النواب. الدستور حدد قال إن النائب يشترط إن يكون سنه
يوم فتح باب الترشح لا يقل عن 25 سنة متمتع بالحقوق المدنية والسياسية مصر الجنسية على النحو الموجود أمام المشاهدين على الشاشة. وأحالت هذه المادة إلى القانون، أتت المادة 8 من القانون 46 أضافت بعضا من الشروط الأخرى، أنه يكون اسمه مدرج في قاعدة بيانات الناخبين، أنه ما يكونش اسقطت عضويته بسبب مرجعه فقدان الثقة والاعتبار أو الإخلال بالواجبات الوظيفية، لأن إذا حدث ذلك مش هيترشح في ذات الفصل التشريعي. أمام هذا لازم نقارب المادة 6 من قانون مجلس النواب. ماذا أشارت وماذا نصت؟ قالت أن العضوية بتسقط إذا حدث إخلال بالأشياء الثلاثة اللي موجودة في المادة 110، لكنها أضافت الآتي. قالت إذا غير الصفة التي انتخب على أساسها. الصفة يا أستاذ إرهام هنا مقصود بها صفة العامل، الفلاح، المصريين اللي في الخارج، الشباب، ذوي الإعاقة وهكذا. ليه؟ لأن اللي هي وجوب استمرار الصفة الانتخابية. الصفة هنا والعنوان استمرار الصفة. تمام. يعني هنا أنا أتحدث بدقة متناهية، وآمل أن كل من يتابع حضرتك، وأنا عارف أنهم كتير جدا يعني يدركوا هذه المعاني. الصفة يقصد بها الصفة المتعلقة بأنه فلاح، عامل، شباب، معاق، مصري الخارج وهكذا. الكلام ده وضحته المواد 2 و1 من قانون مجلس النواب. طب الكلام ده استحقاق دستوري؟ الإجابة نعم. ليه استحقاق دستوري؟ إن في مادتين في الأحكام الانتقالية، الأولى تحمل رقم 243 والثانية 244. الأولى بتقول الدولة بتلتزم بأنها تعمل تمثيل مناسب في أول فصل تشريع اللي هو البرلمان الحالي للعمال والفلاحين، و244 قالت للشباب والمعاقين ومصريين الخارج. فهذا استحقاق دستوري. أضافت المادة عملت فصلة كده، والمادة موجودة على الشاشة، وقالت أو غير انتمائي الحزبي أو كان مستقلا من ضم الحزب أو كان حزبي أصبح مستقلا. نعم. هذه زائدة من المشرع، أنا سميتها زائدة تشريعية دون ظهير دستوري، لأن النص الدستوري قاطع. النص الدستوري قال لا يجوز إلا في 3 حالات دول. فما كان من المشرع ولا يلزم، ويلزم من المشرع ألا يتزود بالنسبة لهذه الحالة الجديدة، لأنه أزاد عليها. إنما النص، فلنتفق جميعا أن النص واجب النفاذ، نص القانون واجب النفاذ. إنما هيرتب مشكلتين تانيين. أول مشكلة، البرلمان أستاذ إرهام هيكله بتشكل إزاي؟ هيكله فيه حزبيين وفيه مستقلين، في ناس جايين فردي وفي ناس جايين بالقوائم، ده الهيكل العام للبرلمان. اللي هيسقط عضويته إذا غير انتمائه الحزبي، لما نقرأ المادة 6 ولو تأذنيلي تأتي على الشاشة الآن، التي المادة 6 في قانون مجلس النواب وجوب استمرار الصفة الحزبية، المادة المعنونة وجوبها، هتجد إيه؟ التي انتخب على أساسها، يعني أنها هنا تخاطب أعضاء مجلس النواب المنتخبين. يعني إذا هم دول اللي هيتعاملوا بالمادة دي، طب والمعينين؟ احنا عندنا 28 واحد معين، يقدروا يغيروا زي ما هم عايزين ولا يتعرضوا لأي إشكالية فيما يتعلق بإسقاط العضوية. ده هيثير قضية المساواة، أخذا في الاعتبار أن النائب المعين يتساوى مع النائب المنتخب في كل الحقوق وعلى جميع الواجبات. طب انا عايز اتوقف، طب معلش قبل ما ننتقل للنقطه الثانيه، علشان برضو دكتور مصطفى، طيب بس استاذن حضرتك يعني اديني دقيقه واحده اوضح الفكره، ان افكار مترتبه على بعض. يعني اذا اولا الماده ليس لها ظهير دستوري في حكايه تغيير الانتماء الحزبي. فضل. ناحيه 2، لو غيرنا الانتماء الحزبي، النص بصراحته يقول التي انتخب على اساسها، يعني تخاطب المنتخبين ولا تخاطب المعينون. اذا المعينون يقدروا يغيروا وهيظلوا مش هيتعرضوا لموضوع اسقاط العضويه. الاشكال الثالث بقى اشكال بالغ الاهميه، ان اللي هيتسقط عضويته، انا عندي، انا قلت لحضرتك هيكل البرلمان في فردي وفي قايمه، اذا كان فردي يقدر يترشح تاني.
لما تسقط قضيته يقدر يترشح تاني، لان اللي ما بترشحش في الفصل التشريعي هو الشخص الذي اسقطت عضويته اما بسبب الاخلال بالواجبات او فقدان الثقه والاعتبار. ده في عقوبه تبعيه انه يقعد الفصل التشريعي ما يترشحش الا اذا قدم طلب للبرلمان وقبلوه اعفوه من هذا. طيب انما اللي اسقطت عضويته بسبب فقدان احد الشروط يقدر يترشح. فلو خدنا مثال سيادتي اللي هو دكتور محسن الفحات، هو فردي واسقطت عضويته عشان احد الشروط اللي هو تغيير الانتماء الحزبي، يقدر يترشح ويرجع تاني مره، تاني اسبوع هيرجع تاني المجلس. انما اذا كان بالقائمه ما يقدرش يرجع. ليه؟ لان اذا خلى المكان بتاع الشخص اللي في القائمه يصعد الاحتياطي، مفيش انتخاب. ده وجه تاني وهام جدا من اوجه الاخلال بمبدا المساواه. طيب. انا ادعو الى ان هما قراءه يعني متانيه يعني يتم فيها التدبر قبل القول باسقاط العضويه. طيب قبل ما يعني نشوف حضرتك ايه اللي ممكن انه احنا نضعه كمعايير أساسية لعملية الدمج إن هي تتم في إطار قانوني أو في إطار دستوري، عايز أنتقل أيضا لحضرتك دكتور محسن فيما يتعلق بعملية الدمج، إنه إيه تأثيرها على التكتلات اللي موجودة في داخل مجلس النواب أو في تشكيلة التكتلات اللي موجودة في مجلس النواب، تأثيرها إيه؟ هي طبعا اكيد الرؤيه هتبقى غير واضحه في الوقت الحالي طبعا لان التكتلات مش موجوده. بس انا كنت عايز برضو اسال الاستاذ الدكتور صلاح، طيب احنا يعني في بعض الاحزاب يا فندم النواب بتوعها نجحوا لان الناس بتثق في الحزب، يعني الناس بتثق في الحزب، يعني احنا في نواب عندنا في الحزب بتاعنا حماة الوطن ده الحقيقه الناس بتثق في قيادات الحزب، وكنا يعني لفينا تقريبا معظم محافظات مصر، والحزب يعني من يعني بيضم نخبه من القيادات زي سياده الفريق جلال الهريدي وسياده اللواء فؤاد عرفه وكذا. فالناس انتخبت بعض النواب عشان هم بيحبوا الناس دي. طيب دلوقتي بقى بعد ما، وده السؤال اللي بساله الدكتور صلاح، طب صراحة. بعد ما الناس نجحت علشان هم بيحبوا الحزب ده يقوم سايبنا ويروح حزب تاني ازاي يعني؟ سياده اللواء دكتور محسن متحسر لا انت اثرت قضيه عمليه مهمه جدا طبعا. بس احنا انا دوما يا استاذ رهاب انا اتحدث عن القانون، وانما تكون بوصله القانون والدستور اتجه اليها، ليس لي اي مآرب اخرى. ما هي طبيعه الوكالة بالنسبة للسادة النواب؟ النظام السياسي المصري ومعظم النظم السياسية في العالم تأخذ بنظام يطلق عليه نظام الوكالة العامة للبرلمان. معنى الوكالة العامة أن النائب هو نائب الأمة، يعني ما فيش نائب يمثل دائرته لوحده، ما فيش نائب يمثل حزبه لوحده. النائب فورما تعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب ويعلن نجاحه ينفصل عن إرادة هيئة ناخبيه وعن حزبه، أخذا في الاعتبار أن في التزام حزبي، أنا مدرك ذلك. إنما ساعة ما بيرفع إيده بالموافقة أو ما يرفعهاش معترضا إنما يحكم ضميره الخاص رغم وجود التزام الحزب إن هو نائب لهذه الأمة. الوكالة الإلزامية ما عادتش موجودة، الوكالة الإلزامية اللي تسمح للدايرة إنها تعزل النائب وهي اللي تديله المكافأة بتاعته اللي بياخدها وهم اللي يدوله التعليمات. انما الاصل ان النواب ينفصلون عن أداة تعيينهم ان كانوا معينين وعن دوائرهم واحزابهم ان كانوا منتخبين. ده الاصل العام. انا مدرك الاعتبار اللي بيقوله الدكتور محسن بيه طبعا، انا مدركه تماما. انما انا اتحدث عن طبيعه العلاقه بين النائب والامه، كلنا نسميهم نائب الامه. وعلى سبيل التحديد انا يمكن لي كمواطن عادي انا مقيم في القاهره اكلم نائب انا اتعرفت عليه الدكتور محسن بيه الفحام، هو نائب اسوان، اكلمه وما عندوش اي مانع ان هو يتحدث باسمي كاحد مواطني مصر لانه هو يمثلني، هو يمثل الامه. لو جيت يا استاذ ريهام ان شاء الله في مطلع الاسبوع القادم فخامه السيد الرئيس هيحلف اليمين القانونيه لولايات الثانيه، يحلفها امام الشعب كله، امام ال 105 مليون. طب ال 105 مليون دول هم فين؟ ممثلي الشعب، النواب دول ال 600 واحد تقريبا او الا قليل
السيد الرئيس هيحلف اليمين امامه وكانه يحلف امام المصريين انهم دول يمثلوا الامه. فنحن امام نظريه الوكاله العامه وليست الوكاله الالزاميه، اخذا في الاعتبار هذه الامور اللي اثرها سياده اللواء محسن. طبعا دي امور طبيعيه، انا بختار الناس دول اللي ثقتي فيهم، دول قيادات كبيره، دول ناس محبين للوطن وهكذا يعني. طيب ايضا في نفس الاطار، هل تؤدي من وجهه نظرك سياده اللواء محسن الفحام هذه الاندماجات الحزبية من الممكن أن تؤدي إلى ظهور أو تفريغ قيادات وكوادر سياسية تليق بدولة بحجم مصر؟ طبعا طبعا، يعني احنا عايز برضو أقول إن يعني كان في حوار النهاردة مع سيادة اللواء فؤاد عرفة النائب الأول لرئيس الحزب، فبنتكلم بنقول إن المرحلة الحالية اللي احنا فيها دي مرحلة في منتهى الأهمية والحساسية. هناك متغيرات بتحصل في المجتمع دلوقتي، متغيرات اقتصادية. النهارده لو النهارده الكوادر الحزبيه اللي احنا مجهزينها ومدربينها ومثقفينها ثقافات سياسيه وحزبيه، لو النهارده ما اندمجتش ونزلت في الشارع وقعدت مع الناس واقنعتهم بضروره قبول بعض الاوضاع او بعض المتغيرات اللي هتحصل خلال الفتره اللي جايه دي، والناس تقبلتهم، احنا كده بنخلق كوادر فعلا زي ما حضرتك قلتي، كوادر حزبيه زي ما الدكتور قال. المحليات النهارده، المحليات يجب ان تتغلغل جوه الشوارع وجوه الازقه وجوه النجوع والكفور والقرى والكذا. النائب مش هيقدر يقوم الدور ده لوحده، احنا عندنا 598 نائب، هيعمل ايه على مستوى 105 مليون مواطن؟ فالكوادر اللي احنا بنجهزها دلوقتي في المحليات على اعلى مستوى هم دول فعلا الكوادر اللي زي حضرتك بتقول احنا بنفرخ فعلا للمرحله المستقبليه اللي جايه حقيقه كوادر جديده تنفع في المحليات وايضا تنفع في المجالس النيابيه القادمه ان شاء الله. في هذا الاطار ايضا في بعض الاراء السياسيه اللي بترى انه المسار الصحيح لهذا الاندماج بيبدا من خلال عقد ورش عمل مكثفه طبعا بين الكتل السياسيه لصياغه اهداف مشتركه ولوائح حزبيه جديده بتسمح بهذه الاندماجات، الى اي مدى بتتفق مع هذه الاراء؟ طبعا انا مؤمن جدا جدا بهذا الموضوع، ويعني انا مقتنع جدا بموضوع ورش العمل، ولكن لمستم هذه الاجراءات بالفعل في الاحزاب التي ترغب في الاندماج؟ يعني خلينا اقول ان دي مرحله مطلوبه زي ما قلنا لتوحيد وجهات النظر او لتقريب وجهات النظر او لتقريب البرامج السياسيه للاحزاب وبعضها. يعني لو جينا مثلا اتكلمنا عن مثلا يا فندم دكتور حزب التجمع، يعني حزب التجمع حزب معروف توجهاته كويس، حزب الوفد برضه حزب معروف توجهاته، لكن في احزاب ثانيه بال 104 ما احناش عارفين دول بيتكلموا في ايه. فورش العمل دي لما نقعد مع بعض او الناس تقعد مع بعض نفهم بعض، نقدر ان احنا نكون زي ما قلنا كيانات، خلينا نقول في الوقت الحالي كيانات سياسيه وليس كيانات حزبيه، توطئه لبعد كده ان احنا نعمل هذه التكتلات الحزبيه. فانا مؤمن جدا بفكره ورش العمل، مؤمن جدا بفكره تقريب وجهات النظر بين الاحزاب المختلفه، وخصوص احنا عندنا على فكره يا فندم احنا عندنا حزب مقره شمال سيناء، ما بيجيش مصر هنا، مقره شمال سيناء. يبقى اذا النهارده لما يكون الحزب ده المقر هناك ورئيسه هناك يبقى هيسيطر على الوضع هناك ولا لا؟ يبقى لما نحتاجه في المحليات هيكون معانا ولا لا؟ يبقى لما نحتاجه ان هو يهيئ الراي العام لقبول رؤيه او لقبول موقف او زي مثلا موضوع رفع قيمه تذاكر مترو الانفاق مثلا، يعني احنا كنا محتاجين تمهيد وتوطئه من خلال الكيانات الحزبيه اللي موجوده للراي العام في الشوارع وفي زي ما قلنا ان يا جماعه خلي بالكم احنا بنمر بمرحله اقتصاديه غايه في الصعوب، ولازم ان احنا نخلي بالنا جدا ان البلد لو ما وقفناش جنبها ما حدش هيدينا ووالى اخره. الكلام ده على فكره بيوصل للناس، بس بيوصل للناس من خلال الناس مش من خلال قرارات فوقيه او سياديه. كنت اتمنى ان الدور ده الحقيقه يتلعب يعني قبل ما القرارات دي تطلع، واتمنى بقى بعد اذن حضرتك في خلال المرحله اللي احنا فيها دي على ضوء ما يتردد ان احتمال يكون في برضه بعض التحريك في الاسعار هنا او هنا، يكون للاحزاب اللي موجوده اي مكان بقى عددها بقى 104 100 وكذا ايا مكان يكون ليهم دور في التمهيد للشعب والراي العام ليه احنا بنعمل كده، ولو ما عملناش كده هيحصل ايه، ولما يحصل كده يعني البلد هتقف على رجليها ولا لا، وهكذا. ما ينفعش بقى ان السيد الرئيس كل شويه يطلع يقول يا جماعه ساعدونا، يعني ما هوش يعني برضه يعني مش لوحده، له ظهير شعبي كبير جدا وكل حاجه، لكن لازم نساعده ولازم نقف جنبه ولازم نتكلم مع الناس اللي هي اللي احنا قريبين منها.
نعم. طيب دكتور صلاح، إذا كنا نتحدث عن عدد كبير من الأحزاب وبدأ التفكير في مسألة الدمج حتى يكون لها تأثير سياسي أكبر في المجتمع وأيضا بالنسبة للمواطن، هل تتوقع أنه بعد دمج هذه الأحزاب اللي ليها أهداف وأيديولوجيات مشتركة من الممكن أن تحقق هذا الهدف بالفعل بليها تأثير أكبر سياسيا في المشهد السياسي وبالنسبة للمواطن؟ أنا أرى ذلك، بس أنا تأذني لي يا أستاذ ريهام أبدي تعليق على ما استمعت إليه من سيادة اللي هو دكتور محسن بيه، اتكلم كلام بالغ الأهمية. قال الأحزاب وتواجدها في المحليات، وأشار إلى التأثير بالنسبة لمجلس النواب. السادة النواب بيقوموا حاليا بمهمتين، مهمة النائب اللي هي التشريع والرقابة، وبروح دايرته ده عليه واجبات اجتماعية لازم يعملها، صح، عليه واجبات في رمضان لازم يعملها في الدائرة بتاعته، وإلا الناس هتنظر إليه على أنه رجل مقصر. لما تتواجد المجالس، تعرف المجالس المحلية حلت من شهر 6/2011 بحكم قضائي، وحاليا حتى الآن ما فيش مجالس شعبية محلية. إن شاء الله محتمل يطلع قانون الإدارة المحلية الجديد وعلى أساسه هيصار إلى انتخاب المحلية. اللي قال الدكتور محسن هيرتب تفريغ السادة النواب لمهامهم الأصلية، لأن هما بيلعبوا الدورين. دي نقطة مهمة، قضية ورش العمل ده أمر مهم. لذلك أنا شايف إن في ثلاث إجراءات تشريعية لازم يتم النظر فيها، وهنعمل المقدمة هي ورش العمل، هي الحوار المجتمعي إلى آخره، تعديل قانون الأحزاب بما يسمح بالاندماج وييسر إجراءاته، تعديل قانون مجلس النواب وبالذات المادة 6، وأنا أشرت إلى أنها بها شبهة مخالفة الدستور، إن حالات إسقاط العضوية وردت استثناء على سبيل الحصر، والمقرر قانونا أن الاستثناءات لا يتوسع فيها في تفسيرها ولا يقاس عليها. دي مسألة أنا أؤكد عليها، وليس هذا أمرا غائيا لتحقيق مصلحة معينة. المشرع منزه عن فكرة الانحراف فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية اللازمة. الأمر الآخر يمكن أو الثالث إدخال بعض من التعديلات اللازمة على اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما يواكب عملية الدمج وما إلى ذلك. طب هل دي هتحقق السؤال الرئيسي اللي حضرتك طرحتيه؟ هل ده هيحقق تأثير المشهد السياسي؟ تأثيره إيه على المشهد السياسي؟ يقينا وجود كتلة كبيرة هيؤثر أعمال الدولة. أنا أقول أعمال الدولة على مصلحة المواطن، يعني الأصوات والآراء لن تكون متناثرة ولا متبعثرة. كل برلمانات العالم تحكمها كتلة كبيرة، حتى اللي بيحصل فيها حكومات ائتلافية اللي ما فيهاش أغلبيات تجد رئيس البرلمان وراء مجموعة أكثرية تصل 40%. لو شفنا البرلمان الإيطالي هنجد فيه هذه الظاهرة تماما، يعني برضو وراء عدد كبير بيحقق المصلحة العامة. لأن افتراض أن البرلمان يذهب إلى تحقيق المصلحة العامة هذا افتراض صحيح 100% على مستوى العالم كله، فمحدش يشكك في النقطة دي. الأمر الآخر أن الاندماج ممكن يحقق أيضا معارضة قوية، لأن من المهم أن المعارضة تكون موجودة، ده جناح من جناح الديمقراطية. المعارضة اللي سيادة اللواء محسن تحدث عنها دي معارضة واعية مدركة، يعني هتعمل دور توعوي اللي دعا ليها المستشار بهاء ابو شقه انه يكون فيه اتكلم عليها سياده اللواء محسن طبعًا. في البدايه دي معارضه واعيه مدركه، يعني انا الحقيقه استاذ رهاب استمعت لناس يعترضون على ادخال تعديل على الماده 6 من قانون مجلس النواب، وقروا الماده 110 بزياده، حطوا فيها زياده زودوها، وكانوا يستدعون المادة 96 من دستور 71. أنا بقول لحضرتك والكلام ده موجود في قنوات فضائية ومسجل، مسألة في غاية الغرابة. يبقى الوعي السياسي اللي بيقوله الدكتور محسن اللي هيحدث هيبدأ الناس يحصل ليها قدر من التوعية السياسية، وممكن نختلف، يعني المعارضة يعني جزء هام من أجزاء الديمقراطية، لكن في دايما قضايا وطنية بيحصل التفاف حواليها في كل برلمانات العالم، يحدث التفاف حوالين القضايا الوطنية. وجود مثل هذه النوعية من الكتل مهم للغاية، ولكن مش معنى وجود كتل كبيرة إن أنا ضد الأحزاب الصغيرة. الأحزاب الصغيرة تلعب دورها في المحليات. يا أستاذ ريهام،
من بلدية باريس إلى قصر الإليزيه. الرئيس جاك شراك انتقل يعني من المحليات إلى رئاسة جمهورية فرنسا، يعني دي مسألة مهمة. في نقطة أخرى بالغة الأهمية أيضا، الاهتمام بمصالح الناس والتوعية والشعب يعرف ويقدر الموقف وما إلى ذلك. مسألة الظهير الشعبي، الدكتور محسن لما تحدث عن ذلك وقال نبدأ نتكلم مع الناس، أنا مدرك الآتي، أن في أحيانا رؤساء دول ما عندهمش أحزاب. السيد الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ملوش حزب، هو على فكرة ممكن يدخل أي حزب بالمناسبة، بس ما يتولاش منصب في الدستور بيمنع يعني، انما يبقى عضوا في اي حزب، هذا حقه. الرئيس جان ميشيل فيدريك ماكرون رئيس فرنسا ما كانش في حزب يا استاذه ريهام، كان عامل حركه اسمها امارش للامام، التف حواليه مجموعه فكان ذلك بمثابه ظهير شعبي، ولذلك حقق فوزا على اليمين المتطرف في جوله الاعاده الثانيه. الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كانش له حزب، انما له ظهير شعبي، عدد كبير جدا من المواطنين، انا كنت امر في لجان الانتخابات واشوف الناس مصطفين كلهم الادلاء بالاصوات وفرحانين ويعملوا اغاني وطنيه وما الى ذلك. صحيح الشعب مهم جدا، ولكن البعد اللي اشار اليه اللواء دكتور محسن بيه قضيه التثقيف السياسي، التوعيه السياسيه طبعا. دي وظيفه هامه الاحزاب السياسيه لازم تلعبها. ويضاف لذلك ايضا الهيئه الوطنيه للانتخابات عليها هذا الدور ضمن اختصاصاتها اللي ورد في قانونها انها تعمل التثقيف والتوعيه السياسيه. تمام. طيب كلمه اخيره من حضرتك اللواء محسن حول ما تتوقعه بعد مساله الدمج بين الاحزاب وتاثيرها على الحياه الحزبيه وعلى المشهد السياسي وعلى احساس المواطن بانه هذه الاحزاب بالفعل ليها تاثير عليه. انا اتوقع هيك ان الحركه الدمج اللي حصلت مؤخرا ما بين جمعية من أجل مصر وحزب مستقبل الوطن أعتقد أنها الأمور هتقف لغاية كده، يعني مفيش تحركات جديدة لدمج أحزاب أخرى على الأقل خلال المرحلة اللي احنا فيها دي، أو على الأقل لغاية لما ينتهي الدورة البرلمانية أو يعني الخمس سنين بتوع البرلمان. ده وجهة نظر يعني، ما أعتقد الا اذا كانت هناك بقى كيانات سياسيه زي اللي سيد المستشار بهاء ابو شقه بيدعو اليها، زي ائتلاف دعم مصر الموجود في جوه البرلمان، ده كيان سياسي او تجمع سياسي، اتصور ان دي ممكن يبقى فيها تجمعات، ولكن زي كده الاتحاد الكونفدرالي يعني كل حزب مستقل بذاته ولكن مندمج داخل يعني كيان واحد، ولكن كل حزب بيتكلم ببرنامجه وكذا. فانا اتصور ان مش هيبقى فيه دمج ما بين الأحزاب في المرحلة الجاية دي، ولكن قد يكون هناك تكتلات سياسية سواء بالنسبة للمعارضة الوطنية، سواء بالنسبة لتكوين صوت موحد جوه البرلمان. المواطن هيشعر يا فندم بهذا الدمج وبهذا التأثير عليه؟ ماله؟ المواطن هيشعر بهذا الدمج وبهذا التأثير؟ ما أعتقدش. هو اللي هيشعر بهذا الدمج بصراحة النواب. يعني هتلاقي فيه يعني معلش برضه دكتور، احنا النهاردة في 100 نائب النهاردة خرجوا من سواء مستقل او من احزابهم ودخلوا الكيان الجديد، وفينا نواب تاني بيقول لك طب احنا هنستنى ولا هنخش ولا ليه. فانا شايف اللي هيتاثر النائب مش الشعب، لانه زي ما الدكتور قال وزي فعلا ما احنا عارفين النائب في دايرته بيؤدي، سواء بقى دخل الكيان ده او الحزب ده او الحزب ده، هو في دايرته مطالب بان هو يعني يؤدي ما عليه من التزامات للدايره اللي انتخبته واللي نزلته. لكن المواطن هيشعرها ازاي يعني؟ ما اعتقدش. انا بشكر حضرتك لواء الدكتور محسن الفحام مساعد رئيس حزب حمايه الوطن، شكرا جزيلا. وايضا جزيل الشكر للدكتور صلاح الدين فوزي استاذ القانون الدستوري بجامعه المنصوره. بشكر حضراتكم وكل سنه وحضراتكم طيبين. شكرا جزيلا. ووصلنا مشاهدينا الى ختام حلقه النهارده من برنامج من القاهره، نشكركم والى اللقاء ان شاء الله.